السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، أنا كان عندي سؤال لحضرتك. اسألي يا أختي. لما مثلا اختلفنا مع بعض يغلط فيتأسف. ها؟ المرة دي لما يغلط يتأسف ويقول لي خلاص أنا كنت متعصب وكده، أقول خلاص ماشي. ماشي. المرة دي كان يكلم بنتي يقول لها مرات غلط فيا مع بنتي، يعني يقول لها قولي للبهيمة اللي عندك، الكلمة دي عصبتني. بنت من بناتك؟ انا فاتحه البنت الميكروفون بقول لها خدي باباك، يا حلا قولي للبهيمه اللي عندك. على كل حال يا اختي، انا طلبت الطلاق. انا اسمحي لي. اذا هو قال ذلك، هل هو بهذا اقترب من الله او لم يقترب؟ يعني هذا الكلام يقربه من الله ام يبعده؟ يبعده. هل هذا الكلام يشينك في شيء أو يشينه هو؟ إذا كان في واحدة خلوقة مثلك وزوج سفيه بهذه الكلمات، سبب المسلم فسوق سفيه، أيكم أفضل، المؤدبة المهذبة أو السفيه؟ المؤدبة. خلاص، احمدي ربنا أن رزقك الأدب والخلق الكريم وهو حرم هذا. أولا لن يساب من الله، لأن ربنا قال وقولوا للناس حسنا، خالق النبي يقول خالق الناس بخلق حسن. وثانيا هو الذي يسيء إلى نفسه، فالحمد لله أن جعلك مهذبة مؤدبة، والحمد لله ونسأل الله أن يتوب عليه. ومعلش يعني ابنتك إذا هي فاطنة مش لن تصدق أنه ما بهيمة، قالت له عيب. أحسنت، خلاص ربنا قيد لك من دافع عنك، فاطمئني. الحمد لله. طب أستأذنك يا شيخ، هو دلوقتي اختلف مع بابا. ايه اختلف مع باباي، انا مع ابوك مع بابي، فابويا راح يعني غلط فيه بالالفاظ. ابوك غلط فيه ذنب؟ ها، ايوه ابويا اللي غلط، انا ليا ذنب؟ لا تزر وازره وزر اخرى. واخواني كلهم قالوا بابا غلط، انت غلط، حتى لو قال الفاظ نبيه ما ينفعش، هو غلط فيه. كل اخواني غلطوا بابا، انا ليا ذنب؟ يتشكل يقول لي ابوك يا بنتي كذا؟ لا خلاص، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب العزيز: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. والصديق يوسف عليه السلام قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن والد وولده: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. فأنت ليس لك ذنب، لكن تحملي معذرة لوجه الله، تحملي. وإن شاء الله هو رجل مصلي ولا غير مصلي؟ يصلي ويقيم الليل بإذن الله، يرجع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نعم على كل الصيام إن شاء الله، دينه يرده إن شاء الله. وقال كده في وقت غضب وقت انفعال، وهو موتور بسبب كلام أبيك الشديد له، فما ليش تحملها لوجه الله كما هو يتحمل أباك، تحمليه أيضا شوي. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.